السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. اليوم إن شاء الله أنا رايح نقدم لكم اختبار في مادة الفرنسية لسنة ثانية متوسط الجيل الثاني. كما كل مرة نقرأ النص ونفهمه ونروح مباشرة إلى الأسئلة. إذن أغري est le vieil homme qui faisait fleurir les cerisiers. Quelque part au centre du Japon, قالك في مكان في مركز اليابان. Centre, يعني le مركز du Japon, تاع اليابان. Dans un petit village perdu. في قرية ضائعة. يعني حبوا يقولوا كلي ناس ما يعرفوهاش. مش يعيشين فيها الناس بزاف إلى آخره. Au pied du mont Fuji. هذا مكان. Vivait un vieil homme. كان عايش راجل كبير. Vieil يعني كبير. وكما نقولوا حنا شيخ. Homme يعني راجل. Il habitait une minka. كان عايش في اون مينكا ومن بعد تشوفوا دوك نفهمكم واش معناتها داروا مطه وكتبوا اون موديست ميزون دو بامبو وغلطوا المطه معناتها مش شرحوا لكم واش معناتها هذه مينكا قالك سي اون موديست ميزون دو بامبو بامبو هو عباره عن خشب دوك نوريكم الصوره تاعو كذلك اي كولتيفي لو ري افيك سا فام سا فام وكان يزرع لو ري اللي هو الروز مع مرتو إذن هذه هي لامينكا اللي هي هذيك الدار ولو بامبو يعني الحطب اللي خدموا به الدار هو هذا هو Un jour en se promenant dans la forêt قالك واحد النهار وهو يتجول في الغابة la forêt اللي هي الغابة le vieil homme vit son chien gratter énergiquement la terre قالك الشيخ هذاك شاف le chien تاعو معناتها الكلب تاعو غراتي انرجيكمون لا تير كان يخبش في القاعه يعني هو حاب الارض كان يحب يجبد حاجه منها يعني التراب هما حبوا يقولوا انرجيكمون يعني بطاقه يعني تاع حاجه وحاب يجبدها منها لانيمال ديكوفري 3 بيل بيس دور قالك حتى الحيوان هذاك اللي هما يحبوا يقولوا لو شيان اكتشف 3 Les pièces d'or, معناتها قطع ذهبية. Voilà. ثلاثة قطع ذهبية. Le grand-père caressa le chien, prit les pièces et rentra chez lui. قالك هذاك الراجل, le grand-père, الجد هذاك, قالك caressa le chien, معناتها بيدو دارلو على راسو, تاع يعني صحة كي صبتهم, ورفد هذوك لي بيس, هذوك القطع الذهبية, وراح لدارو. Avec sa femme, il décida d'utiliser cet or pour faire construire une plus grande maison, ainsi qu'une grange pour les moissons. قالك مع مرتو كي لحق للدار قرر باش يستعمل هاد القطع الذهبية هادية ويبني بهم دار كبيرة أكثر من دارو وتاني une grange pour les moissons يعني هي عبارة عن دار يحطوا فيها المحاصيل الزراعية دوك نوري لكم كذلك الصورة ان شاء الله تعجبكم الطريقة هذه تاع نوري لكم الصورة باش تتخيلوا على واش راني نهضر اذا هذه هي لا غرانج اللي قلت لكم عليها هذه هي يحطوا فيها المحاصيل القمح الى اخره داخلها dans ce village ان شاء الله راكم تتبعوا معايا dans ce village vivait aussi un jeune homme envieux et menteur قالك في هاد القرية هادي كان عايش كذلك راجل envieux envieux معناتها حقود ولا حسود يحسد الناس كي يشوف واحد عنده حاجة مليحة يحسدو ومن بعدك menteur معناتها كذاب nommé Agri واسمو Agri Lorsqu'il a appris cette histoire, qui عرف بهاد الحكاية تاع هاد الراجل اللي صاب لو شيان تاعو القالو قطع ذهبية Agri a trouvé le grand-père. Agri هدايا راح وصاب هدايا le grand-père معناتها الشيخ هذاك. Et lui demanda s'il pouvait lui en prêter son chien. وقالو إلا معليش تسلف لي le chien تاعك معناتها حب قالو سلف لي الكلب تاعك. ومن بعدها داروا تيغي واش معناتها كي داروا مطه معناتها رايح واحده ورايح يهدر peut-être qu'il me trouverait de l'or à moi aussi précisa-t-il car je cherche le bonheur et la richesse agri hadahdar قالوا بالك انا تاني يصيب لي الذهب قالوا انا راني حب راني نحوس على لو بونور معناتها السعاده ولا ريشيس معناتها واحد يكون مرفه عنده دراهم
Je ne pense pas, répondit le vieil homme. Mais prends mon chien et tu verras bien. قالوا ما شكيتش يعني كش ما راح يصيب لك جاوبوا هذاك الراجل قالوا مي معليش ادي لو شيان تاعي ودوك تشوف Ainsi, Agri promena le chien dans la forêt plusieurs jours durant. قالك هذاك أغري هذاك الراجل اللي قلنا عليه حاسود وكذاب قالك رفد لو شيان ودايما يقعد يدور فيه في الغابة يمشي فيه في الغابة لأيام عدة أيام عديدة ومن بعدك وين رانا نسيت Le chien n'arrêtait pas de gratter le sol en aboyant. قالك الكلب هذاك قعد غير يخبش يعني في القاعة اكو فاهميني واش راني حابة يخبش يخبش يحفر فوالا كي اللي يحفر القاعة وينبح Mais il ne trouvait jamais rien. قالك مي بصح jamais ما صاب كاش حاجة Enfin, un soir, l'animal trouva des pièces en or. قالك واخيرا واحد النهار الحيوان هذاك اللي هو لو شيان صاب قطع من ذهب Agri dansa ivre de joie. قالك Agri هذاك الراجل قعد غير يشطح ivre de joie ivre المعنى تاعها يعني سكران مي بصح هما واش راهم حابين يقولوا مقوت واحد ميت بالفرحه حتى نقالوا عليه ivre de joie يعني كي اللي خلاص الى بيردي كونسيونس ولا ما فيش كاع فايق روحو مقوت كان ميت بالفرحه ويشطح على خاطرش الانسان كي يسكر اللي يولي يعني ما يفيقش بروحو يدير حاجات بلا ما يفيق هكا دوكا مقوت حبوا يبينوا لنا شحال كان فرحان Mais, oui, nana, mais lorsqu'il voulut les prendre dans sa main, mais parce qu'il a bien fait de son fiéto, les pièces se transformèrent en trois crapauds. قالك لي بياس هذوك القطع الذهبيه هذوك تحولوا لثلاثه كرابو يعني ثلاث ضفادع فوالا ثلاثه ضفادع غرو اي ديغوتون كبار وديغوتون معناتها مي كيما نقولوا حنا يعيفوا دونز ان بروا دو كواسمون بروا دو كواسمون معناتها الصوت تاعهم بروا دو كواسمون معناتها كي لي ضجيج تاعهم Surgirent alors une multitude d'autres crapauds. قالك فهذاك الضجيج تاعهم كانوا يزيدوا لي كرابو يزيدوا ويزيدوا. ومن بعدك Agri prit peur et s'enfuit. قالك Agri خاف وهرب. Puis dans un excès de colère, قالك في excès de colère, colère معناتها واحد مقلق بزاف, بزاف مقلق. Il s'empara d'un grand bateau et tua le chien. رفد حطبة كبيرة وقتل بها لو شيان هذاك يعني الكلب هذاك دو روتور او فيلاج قالك هو راجع لو فيلاج للقرية هذيك تاع وين يسكن الشيخ هذاك الى لا فوار لو فيي اون راح شاف هذاك الشيخ الكبير ان غران عم داروا مطه معناتها واحد راح يهضر ان غران مالور ات اريفي قالو حاجه مالور يعني حاجه شغل تريست صرات حاجه يعني حزينه صرات Lui raconta-t-il, votre chien s'est tué en tombant dans un ravin. قالو الكلب تاعك قالو مات طاح في غافان باليش واد ولا كهف حاجة هكذا يعني طاح في حفرة كبيرة هكذا ومات. هذا هو النص رانا شرحناه تري تري بيان نروحوا الآن مباشرة إلى الأسئلة. شوفوا باش نقول لكم لو سوجي هذا فيه الحل تاعو. هاو الحل تاعو دوك ما عباليش الى نشوفو ديريكت من الاجوبه ونقراوهم ان سو تيكست اي اون ليجند معناتها اسطوره وباش تعرفوا شوفوا في العنوان على لا هنا ما كاينش كاين بزاف لي ليجند اللي العنوان تاعهم يكتبوا لكم لا ليجند دو كيما هذاك النص اللي درناه لا ليجند دو يونا لا ليجند دو لا كاسبا يكتبوا لكم لا ليجوند هنا ما كتبوش مي بصح هنا هي حكايه اللي ما ماشي حقيقيه سي اون ليجوند نروحو نكملو الوغ اذا سو تيكست سي اون ليجوند وعطاو لكم تخيروا نقراو من الاخر سو تيكست سي اون ليجوند قال لك خير الجواب الصحيح تخيروا سي اون ليجوند كي سون لي بيرسوناج دون سو تيكست شكون هما الشخصيات اللي كاينه في هذا النص اذا الشخصيات شكون هما اتفكروا كاين لو فيي اوم الراجل هذاك الشيخ المراه تاعو الزوجه تاعو سافام يعني اي سافام
شكون تاني كاين؟ لو شوفال، عفوا لو شيان يعني الكلب، وكاين اغري هو هذاك الرجل اللي يحسد الناس وكذاب. هادو هما الشخصيات اللي كاينين في الجواب، راه كاين الجواب. و سي ديغولي ليستواغ، وين كان وين صرات هاد القصه؟ اذا ليستواغ سي ديغولي، شوفوا مع البدايه تاع النص، شوفوا مع البداية تاع النص، quelque part au centre du Japon، في مكان في مركز اليابان، dans un petit village، في قرية صغيرة perdue au pied du mont Fuji. هذا هو الجواب اللي تكتبوه لهم، d'accord؟ où s'est déroulée l'histoire، معناتها وين صرات هاد القصة. هيا نكملوا هذا السؤال تاني، نروحوا الى السؤال الثالث، عفوا الى السؤال الرابع. Qu'a trouvé le chien du vieil homme؟ قالك واش صاب الكلب تاع الرجل هذاك لو vieil homme يعني الشيخ. Le chien du vieil homme avait trouvé trois belles pièces d'or، معناتها لو chien يعني الكلب تاع هذاك الرجل صاب ثلاثه pièces d'or، ثلاثه قطع ذهبيه. هاي ليك تبعوني ربعة. لو شيان دو فيي هوم افي تروفي 3 بيل بيس دور. خمسة، كو سون دوفوني لي بيس دور كاغري ا تروفي؟ قالك واش صرا لهم ولا واش ولاو القطع الذهبيه اللي صابوهم يعني الاغري، اللي صابهم الكلب هذاك الاغري. تبعوا الجواب الاحمر، لي بيس سون دوفوني 3 كرابو غرو اي ديغوتون. قالك القطع الذهبيه رجعوا ثلاثه ضفادع كبار وديغوتون، كما قلت لكم شغل يعيف ومقززه. فوالا. سته، ريبون بار فري او فود، اجب بصحيح او خطا. اغري اي دوفوني ريش، قالك اغري رجع ريش. اغري هو هذاك الراجل الكذاب والحاسود، قالك رجع ريش. هذا الجواب صحيح؟ لا لا خطا، اغري ما ولاش ريش على خاطرش القطع الذهبيه تاعو ما كانوش صح، رجعوا له دي كرابو معناتها ضفادع. 2، اغري افوي يعني افوي معناتها هرب، قالك اغري هرب. نعم صحيح، في النص قالك اغري كي شاف هذوك لي كرابو هرب. اغري اتوي لو شيان، قالك اغري قتل الكلب، صحيح ولا خطا؟ صحيح، نعم اغري قتل الكلب. واخيرا، لو شيان اي تومبي دون لو غافان، قالك الكلب طاح في لو غافان. هل هذا صحيح او خطا؟ خطا، هو اغري كي كذب على هذاك الراجل قال له لو شيان تاعك طاح في ان غافان، بصح هي كذب عليه، هو لو شيان قتلو، اغري اللي قتلو. خلاص جاوبنا. 7، سولينيو دانتري لي زادجكتيف كاليفيكاتيف اي et de deux traits le complément du nom dans la phrase suivante. قالك سطر بسطر واحد les adjectifs qualificatifs ou زوج سطور le complément du nom. Dans ce village vivait aussi un jeune homme envieux et menteur. Dans ce village vivait aussi un jeune homme envieux et menteur nommé Agri. Iden, jeune ou envieux ou menteur, c'est des adjectifs qualificatifs. D'accord. Le complément du nom, mais qu'est-ce que j'ai fait le relève du texte un verbe conjugué au passé simple et un verbe conjugué à l'imparfait. Hadou, bien sûr, que nous avons les terminaisons tel le passé simple et du passé composé. Ou djoubou bisouhoula, hna kharjou lkom pri, kharjou lkom vi, hada passé simple, ou kharjou lkom kadalik, l'imparfait, faisait et vivait. Ntou matkhirou verbe wahed. Ça, accorde correctement en choisissant un adjectif entre parenthèses chaque fois. Hna, choufou, je te fermo. عطاولكم جمل وعطاولكم دي زادجكتيف كاليفيك دي زادجكتيف اونتر بارونتيز، عطاولكم واحد صحيح وواحد غلط وانتم تخيروا الصحيح. داكور، هيا نروحوا، استنوا نروحوا نديروها.
maintenant. Le grand-père et sa femme étaient. Je vous connais le grand-père ou connais sa femme. يعني زوج معناتها راهم في الجمع تريست كذلك لازم تكون في الجمع يعني تكون بأس à la fin était triste ils enterrèrent leur chien au pied قال لك الراجل ومرتو كانوا بزاف حزنانين ودفنوا le chien هذاك في هذاك le village au pied d'un petit pin au pied d'un petit pin petit pin معناتها أظن شجرة الصنوبر اللي درنا زقوقو إلا تعرفه صافي داروها في تحت الشجرة هادية avant de repartir travailler dans leur champ قبل ما يروحوا يخدموا في الحقل تاعهم mais à leur retour le pain avait grandi وهم مولين هذيك الشجرة صابوها كبرت et le lendemain il était devenu un arbre Un arbre, قال كوردو من داك صابوه رجع شجرة, un arbre superbe, شجرة بزاف شابة, هايلة يعني, qui répandait une belle ombre sur leur nouvelle maison, اللي كانت تعطي ظل مليح, ظل معناتها تقيهم من الشمس على دارهم جديدة, هذه هي. نروحوا الآن إلى la production écrite, الوضعية الإدماجية, عطاو لكم جمل. عطاولكم جمل وقالولكم اسنا نقولو نشوفوها قالك voici la suite de l'histoire remets le texte en ordre afin d'obtenir une suite cohérente قالك هاي ليك la suite يعني تكملة voilà تكملة تاع القصة هاديك قالك ديرها رتبها باش يولي عندك نص كوهيرون يعني عنده معنى مسجم شوفوا انا بلا ما نقراو الجمل ونعاودو نستفوهم نروحو مباشرة الى الاجابة ونشوفوها نقراوها ونفهموها وهذاك هو النص بعد ما يعني بعد ما يترتب داكور هيا اولا plusieurs mois plus tard Agri fut condamné à la prison parce qu'il avait volé une vieille dame قال لك بعد شهور Agri هذاك اللي قلنا في الحكايه اللي هو حسود و كذاب الى اخره قال لك حبسوه في الحبس على خاطرش سرق مرا lorsqu'il sortit de prison قال كي خرج من الحبس en traversant une dernière fois son village قال لك هو جايز على القريه تاعو للمره الاخيره il croisa le grand-père il lui dit قال لك هو خرج من كي خرج من الحبس كان جايز على القرية تاعو للمرة الأخيرة تلاقى مع هذاك الشيخ الكبير وقال له بونجور أغري تيان برون سو مانتو كي تو كوفريرا دو فخوا اي سي زوتي تو فيرا ايل بوف تو روندر ريش اي هورو قال له صباح الخير أغري هاك شد هاد لو مانتو لي نلبسوه في البرد قال له راح يغطيك على البرد فوالا قال له شد هاد لي زوتي كابابل لي زوتي يحب يقول به لي زوتي لي يغرسوا بهم كيما الفاس الى اخره قال له دوك تشوف هما رايحين دوك تشوف يقدروا هادو ما يرجعوك غيش يعني مرفه وفرحان لو جون هوم لو ريميرسيا بري لي زوتي مي لو مانتو est parti pour sa longue route. قال لك هذاك الولد هذاك الراجل لو جون هوم جون هذاك الصغير شكرو قال له يعطيك الصحه رفد هذوك لي زوتي ولبس لو مونتو مي لو مونتو est parti pour sa longue route وراح للطريق تاعو الطويله يعني كان عنده طريق طويله لازم يجوزها bien plus tard le vieil homme apprit qu'Agri avait bien utilisé ses outils قال لك بعد مدة زمنية طويلة هذاك الشيخ الكبير عرف بلي هذاك أغري عرف كيفاش يستخدم هذوك لي زوتي اللي عطاهم له il creusa une grande rizière et put récolter du riz قال لك غرس حقل تاع الأرز ريزيير هي حقل تاع الأرز وقدر يجمع الأرز enfin شوفوا enfin في الفا يعني وأخيرا دايما تكون في الاخير il construisit une large maison de bambou بنا دار كبيره تاع بامبو قلت لكم هو هذاك الحطب اللي وريته لكم مع الديبيو تاع الفيديو اللي يخدموا به ديور
il accueillit les vieux paysans. قالك واستقبل يعني استقبل نقدر تقولوا استقبل لي فيو بيزون هما المزارعين القدم. قال لهم الا تحبوا تجوا يعني تخدموا معايا. اي لي زونفون ابوندوني يعني الاطفال اللي مهجورين ما عندهمش والديهم ما عندهمش باباهم يماهم ما عندهمش واش يديروا. قال لهم هيا تخدموا عندي يعني ويعاود يخلصهم. اي تو لي بوفر دو لا ريجيون وكامل الناس المساكين يعني الفقراء فوالا الفقراء تاع لا ريجيون اللي عايش فيها. ils étaient devenus riches et heureux ولا مرفه وفرحان يعني سعيد الى اخره. هذه هي انا عجبتني الحكايه تاع اليوم حكايه بزاف هايله ان شاء الله تكونوا فهمتوا ان شاء الله الطريقه تاع اليوم اللي استعملتها فهمتوا بها شويه على خاطرش ما عنديش امبريمونت باش نخرج على داك درت لكم ديريكت منه اونسي ادوكاسيون قلت لكم لي سوجي تاعو بزاف يطيحوا في لي زيكزامان ديجا لو كان يطيح لكم نص نفس النص وتكونوا فاهمينه سي ديجا كلك شوز يعني حاجه مليحه. إذن بالتوفيق إن شاء الله وصحة فطوركم ومع السلامة.